بالنسبه لفريق المولود ديال وجدي ايوب فنقدروا نقولوا بان الامور غاديه مزيان، لان قبل تكلمنا بشكل كثير على المباراه السابقه وكنا تكلمنا على ذاك المشكل اللي كان ديال فريق المولوديه الوجديه والتنقل ديال الفريق، لان من بعد ما كانت المواجهه ديال الرجاء كانوا دخلوا الفندق وكان ضروري على انهم يبقاو في كونفيرمون من بعد يتنقلوا يعني طائره خاصه او انهم يمشوا في الحافله. فكان طبعا الرحله اللي كانت طويله في الحافله ما اثرتش عليهم بشكل كثير، لان رجعوا في ريمونتادا خلات الجماهير المولوديه الوجديه على انهم يعني يحيوا اللاعبين ديالهم يشكرهم على المجهودات، رغم ان التنقل رغم انه الحصص التدريبيه ما استعدوش بشكل كافي، ولكن كما نقولوا عطاتهم واحد الكرانطا هي اللي خلات اللاعبين ديال فريق المولوديه الوجديه يبانوا بصوره مزيانه حقوا المبتغى. واكثر من ذلك جات من الصدف الزوينه على انهم ما لعبوش مباراه، يعني كاين فتره ديال الرحله لو كانت تكون غادي تكون صعيبه عليهم بزاف، لان لما كمل المباراه فهم رجعوا بنفس الطريقه يعني عبر الحافله ضربوا واحد المده طويله وصلوا لمدينه وجده. فلما وصلوا لمدينه وجده فكان ضروري على انهم راحه بالنسبه للمجموعه، يعني يوم الاثنين كامل مشات راحه بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه، ومن بعد فكان استئناف التدريب هو قبل ذلك. فتم الاستدعاء ديال ديمبا كامارا للمنتخب الغيني. ديمبا كامارا في البدايه ديال الانتقال ديالو لفريق المولوديه الوجديه ايوب فهو كان كيتلادى عليه، لكن بعد ذلك فالاسم ما بداش كيشارك مع فريق المولوديه الوجديه، ولكن شفنا في المباريات الاخيره بدا كيبان الصوره الحقيقيه ديال اللاعب ديمبا كامارا اللي خلاته على انه يرجع للمنتخب الغاني. هذه من المعطيات اللي هي ايجابيه بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه، لان شحال ما كانوا عندك لاعبين دوليين كيشاركوا مع المنتخبات ديالهم، والا ان الفريق كيبدا يتقوى بشكل كثير. كذلك لاعب اللي نعتبروا عندهم مصاب واللي كذلك تسال عليه الجماهير ديال الفريق المولوديه الوجديه اللي هو بوشنا فقريب يرجع، فهو ما غاديش يكون في المباراه ديالهم الاحد، لان تقريبا باقي له واحد الاسبوع باش ينتقل لمرحله ديال التاهيل البدني. لاعب بوشنا اللي ما غاديش يكون تقريبا هو الغياب، بالاضافه كنعرفوا بانه كانت واحد الورقه حمراء كان بالنسبه لجماهير الكاسيو اللي تبعتها معنا، فكان تخوف على انه يكون عنده كما نقولوا جوج ديال المباريات، لكن في اخر المطاف فعلى حساب القرار اللي كان ديال اللجنه المركزيه للتعديل فتوقيف جمال حركاس لمده مباريتين، واحده منها موقوفه التنفيذ، وبذلك فان جمال حركاس يعني فهو مؤهل لخوض المباراه ديال المولوديه الوجديه امام فريق شباب المحمديه، لان كلشي كان ينتظر واش جمال حركاس غادي يكون واش جمال حركاس ما غاديش يكون. فجمال حركاس غادي يكون في المباراه وغادي يرجع للمكان ديالو مع خفيفي، لان كيشكل واحد الثنائي بشكل متميز. برهني هو اللي دائما كيعوض واحد في اللاكس، هو اللي غادي يكون في البونتوش، اما البقيه فكاملين نقدروا نقولوا بان فريق المولوديه الوجديه جاهزين للمباراه. والمبادره اللي تكلمت عليها بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه ايوب فمبادره نقدروا نقولوا بانها مبادره جميله تجاه الجار فريق النهضه الرياضيه بركانيه، وكنعرفوا بان كاين بزاف ديال المشجعين بالنسبه لفريق النهضه بركانيه ناصروا فريق المولوديه، وكذلك انصار فريق المولوديه الوجديه كناصروا فريق النهضه بركانيه، خاصه الجيل السابق اللي كانوا كيتبعوا بشكل كثير فريق المولوديه الوجديه. غادي نختموا فقط ايوب بالتشكيل المحتمل بالنسبه للمباراه، ما غاديش يكون تغيير كثير بالنسبه لكازوني لهذا المباراه. كيبان لي بان جمال حركاس غادي يبقى مع خفيفي، قاسمي دائما حاضر في الجهه اليسرى، سمومي حاضر في الجهه اليمنى، دائما الفراغ اللي كاين شويه في وسط الميدان ولكن بالعوده ديال كريم هاني فهو اللي غادي كيبان لي الاقرب. اللاعبين اللي حاضرين كذلك ورجعوا شويه من المعنويات ديالهم الامكانيات ديالهم باهي، صابر الغنجاوي ممكن كذلك نشوفوه اللي عليه هضره كثيره هو ادم الفاتي، كل يوم نسمعوا حديث واش التحق فريق غادي يلتحق فريق جديد داخل الدوري المغربي او انه عنده عروض مصر او الخليج، مازال ما كاين حتى شي حاجه ايوب بشكل رسمي. فادم الفتي لحد الان اعتبروه بانه لاعب فريق المولوديه الوجديه وهو اللي غادي يكون صانع العاب في المباراه ديال فريق شباب المحمديه، بالاضافه خافي اسماعيل لامين دياكيتي اللي كذلك يكون حاضر. ديمبا كامارا التشكيل هذا هو المحتمل، لاعب فقط اللي كاين يشوفه في الشوط الثاني او انه يدخل مره في التشكيل الرسمي هو زكريا بحرو. حتى المجموعه ديال كازوني راه الله يحسن العون عنده تقريبا واحد 14 اسم هو اللي كيلعب بهم، يعني التشكيل المحتمل ديال المباراه ما كيكونش صعيب على انصار فريق المولوديه الوجديه وعلى المتابعين ديال فريق المولوديه الوجديه. فكيحاول يخيط كما قولوا بالتشكيله، ولكن هاد ال 14 هادو مقدمين مستوى في المستوى العالي بالنسبه لفريق المولوديه الوجديه. بالنسبه للجديد الام سي ونتمنى ان شاء الله التوفيق الافضل في هذه المباراه سواء الام سي ولا المحمديه في هذه المباراه المقبله الحد مع الخمسه.